الدنيا فيها ناس أسيا ومش طيبة، ابعد عنهم يا ابن الناس، دول ناس متعبة. أصلك لو قدامهم ذهب وماس هيقولوا مغشوش وأصله نحاس. الكذب فيهم عادة والنفاق بزيادة، وملوعين زي التعابين لكن شبه البني آدمين. فخدها نصيحة مني وشيلها لوقت عوزة، لو قابلك يوم من دول قول لهم ملوش عوزة. لا تكلمهم ولا تسيرهم ولا سرك تقوله لهم، أصل اليوم هيعملوا حبايبك وبكرة هتحايلهم. نصحتك وخليك فاكر لوحدك خليك صابر، وإن خذلك شراع الحياة قول يا رب يا قادر.